السلام الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، سعادة الدكتور أحمد بن صالح اليماني رئيس جامعة الأمير سلطان، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حفلنا الذي يأتي انطلاقا من الشعور بالأهمية الكبرى التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وضمن حزمة المبادرات التي تطلقها حكومتنا الرشيدة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، التي لطالما كانت الاستدامة جزءا لا يتجزأ وهي المحور المشترك في جميع هذه المبادرات لمستقبل مزدهر في جميع المجالات التنمية. اليوم هنا في جامعة الأمير سلطان وبرعاية كريمة لتدشين المؤتمر العالمي الأول في الاستدامة، الابتكار والتطوير، الذي يستضيف كوكبة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات الدولية والمنظمات العالمية لمناقشة وعرض النتائج الفريدة لتجربة المملكة وإبراز الإنجازات الفعلية المحققة على أرض الواقع في مختلف المحاور التنموية. وخير ما نبدأ به حفلنا اليوم آيات من الذكر الحكيم من سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صاحب السمو، ضيوفنا الأعزاء، الكلمة الآن لسعادة رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، راعي حفلنا هذا نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وذلك في واحدة من أهم مناسبات جامعة الأمير سلطان، استجابة لرؤية المملكة الطموحة، ألا وهي المؤتمر العالمي الأول للاستدامة، التطوير والابتكار 2021.
صاحب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن حسن حظنا أن نفتتح اليوم المؤتمر الدولي للاستدامة في ظل مناسبات وطنية غالية نعيشها سابقة للمؤتمر ولاحقة له. فأما السابقة فهي إطلاق مبادرات عدة لسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، منها على سبيل المثال إلى الحصر مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ومشروع مدينة نيوم ومشاريع البحر الأحمر الضخمة وغيرها التي تهدف زيارة الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة البحرية ورسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها. من هذه المبادرات والمشاريع وترأس المملكة قمة مجموعة العشرين 2020 وتفاعلها مع أهداف التنمية المستدامة 17 المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمدمجة مع رؤية المملكة 2030 تؤكد بصدق دور المملكة الرائد تجاه القضايا الدولية المشتركة بما يعكس ويوضح جهود المملكة الحثيثة للمشاركة الفعالة مع المجتمع الدولي في حماية كوكب الأرض. صاحب السمو حضورنا الكريم، وأما المناسبة الوطنية اللاحقة لأيام المؤتمر التي تسعدنا كثيراً ونفرح ونفخر بها فهي ذكرى يوم تأسيس المملكة في 22 من شهر فبراير الجاري، حيث نحتفي ونحتفل بهذه الذكرى الوطنية الغالية التي تذكرنا بنعمة الله علينا، حيث تجمعنا بعد فرقة واتحدنا بعد خلاف وأمنا بعد خوف على يد المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، واستكمل من بعده مسيرة البناء والنماء والعطاء أبناء الملوك الخمسة رحمهم الله جميعا، وصولا إلى العهد الزاهر عهد الإصلاحات والمبادرات، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الذي صنفه البنك الدولي من بين أفضل 20 إصلاحيا في العالم. وتفاعلا مع هذه المبادرات وهذه المشاريع وانطلاقا من مسؤولية الجامعة كإحدى مؤسسات القطاع الخاص التي أعطيت حيزا كبيرا من اهتمامها العلمي والثقافي إلى الدراسات العلمية الخاصة بالاستدامة، وفي إطار المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والهدف الاستراتيجي في برنامج التحول الوطني وهو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف الأصعدة، تم تنظيم هذا المؤتمر العالمي الأول لتسليط الأضواء على الاستدامة واستضافة كوكبة فريدة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات العالمية والمنظمات الدولية والعديد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من الجهات الحكومية والشركات السعودية المكلفة بتنفيذ المشروعات الطموحة للرؤية المستدامة وعرض النتائج الفريدة لتجربة المملكة وأبرز الإنجازات الفعالية المحققة على أرض الواقع في مختلف المحاور التنموية ومناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مجالات متعددة مثل النظم الصناعية المستدامة، تقنيات ومواد البناء المستدامة، الفرص والتحديات في مجال الطاقة المستدامة، المدن الذكية والتخطيط العمراني المستدام، بالإضافة إلى السياسات والقوانين اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي الختام لا يسعني في هذا المقام إلا أن أكرر شكري وتقديري لكم يا صاحب السمو على تفضلكم برعاية هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا نيابة عن نائب أمير منطقة الرياض. ولا يفوتني أولا وأخيرا أن أتقدم بخالص الشكر ووافر الامتنان والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله صاحب الفضل الأول بعد الله والرائد في تأسيس هذا الصرح، وذلك عندما كان أميرا لمنطقة الرياض ورئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم المظلة النظامية للجامعة.
كما نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمن كان لهم الفضل فيما حققته الجامعة من إنجازات، وفي مقدمتهم صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ورئيس مجلس أمناء الجامعة. وختاما نتمنى للجميع التوفيق والسداد، وأن تواصل جامعة الأمير سلطان مسيرتها العلمية المباركة وأنشطتها الفعالة في البحث العلمي وخدمة المجتمع في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وندعو الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقنا جميعا للعمل على خدمة هذا البلد المعطى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا. صاحب السمو، ضيوفنا الأعزاء، يدشن الآن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، المؤتمر العالمي الأول في الجامعة الابتكار والتطوير. صاحب السمو، حفلنا الكريم، إن كانت كلمات الشكر تسعف القائلين فإنها تعجز أمام مبادرة رعاة المؤتمر الذين وما إن عرفوا أن هذا المؤتمر يعود لوطننا بكل خير كعادتهم تقدموا برعايته. يتقدم الآن رعاة المؤتمر لاستلام درع يعبر عن شكرنا لهم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ويمثلها الأستاذ معاذ التميمي. شركة جاهز الدولية، ويمثلها المهندس غصاب المنديل الرئيس التنفيذي لشركة جاهز. الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، ويمثلها الأستاذ خالد الراشد. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، أستأذنكم بالانتقال وافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر وأخذ جولة بداخله.